مصابين مع المرض الكورونا حطوهم بنص الولاية. عباس صفر لا حمايات ولا ابدا. وقبل شوية كانوا طالعين برا، هاي الوجبة الثانية. هاي الوجبة الثانية، قبل شوية جابوا وجبة ويطلعون ويطبون، ما حد يقول لهم على عينك حاجب. لا لا يا خالد، قبل شوية جابوا 8 عراقيين. والله هسه الشرطة يمك. ها خالد شو ذا صور؟ شو ذا معمم خالد؟ ما هو ملثم لو ما ملثم؟ ما ادري، اذا يريد الشرطه يمنعني. انا ابو شباب لا تخليهم يصورون. لا لا تخليهم يصورون. الشرطه يمنعني خالد. لا ما صورك لك، ما صور. اي. لا خالد. ما له علاقه هو ما يقبل ليش تصوره؟ ما صور وجهه والله. هو ما يقبل ليش تصوره؟ والله ما صور وجهه والحسين. هاي كان بيهم مرض، شلون نجيبهم لنا ولايه امير المؤمنين؟ شلون خرج؟ اي اجري. لا خالد خالد على خدمتك، خدمتك خدمتكم خدمتكم. ايش ما فيه؟ انا اريد يمنعني يمنعني الشرطه مو لا 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 تمنعني. اشتكي حبيبي. روح اشتكي من اللازمك. هذا الثاني شوف، هذا الثالث، هذا الثاني شوف، كلهم مصابين ما ذكر. لا اسكت. الله يشافيهم بجال حسين، الله يشافيكم بجال امام الحسين. فندق در الندر والاسعاف وما يقبل نصور.